أعزائي طلبة الصف التاسع، نقدم لكم الدرس الأول في مادة الجغرافيا، حلم قد يتحقق. بداية سوف نكون في منصة حماد تربوية، إعداد المدرسة أميرة الأمير من مدرسة ساهر أنطكلي في محردة، وسيرافقنا الطالبات. الطالبة تعالى رزق، الطالبة لعنة في الروح، الطالبة رنيم نجار، الطالبة شهد الشيخ. أهلا بكم أعزائي الطلبة، وسوف نبدأ الدرس. بداية شغف الإنسان منذ القدم في المريخ، لكن أبحاثه لا تعود سوى إلى نصف قرن مضى، ومحاولة في معرفة ما هو الذي جعل هذا الكوكب المليء بالمياه إلى أرض وتحوله إلى أرض قاحلة ومتجمدة. سوف نتعرف الآن. في عام 2012 كانت مركبة كيوريستي هي من أولى المراكب التي سقطت على سطح المريخ. هذه المركبة خلال الدقائق السبعة من هبوطها بدأت مرحلة اكتشافها الطويل. لنتعرف عليها، على هذه المرحلة. بداية هذه هي المركبة أرض المريخ، هل تشاهدونها؟ وهذه المركبة أثناء عملها، ماذا تلاحظون من حيث اللون؟ ما هو لون كوكب المريخ من حيث الأرض؟ تعالى. أحمر. أحسنتي. هل يوجد عواصف غبارية؟ رني؟ نعم. نعم، أحسنتم. فلذلك وفي عام 2018 انطلق مشروع يعرف باسم مشروع مارش. سوف نتحدث عنه بالتفصيل. برأيكم مشروع مارش عندما طرح أنه يمكن للإنسان السكن في كوكب مثل كوكب المريخ، ما هي الشروط التي يجب أن نتوافرها كي يتمتع رواد الفضاء بالأريحية في السكن فيه ويمكن لهم القدرة على هذا السكن؟ طيب، لانا؟ ماء وهواء وغذاء. أحسنتي. طيب، هذا لننظر الآن مشروع، وهو طبعا مشروع تخيلي. نلاحظ أن البيوت مهيئة بشكل كبير، فهذا أيضا يضاف إلى زميلتكم بالحكي أن نزرع في كوكب المريخ، تمام؟ الهواء والكوكب بشكل كامل يمكن لنا، إذن هل يمكن لنا أن نسكن أو كلا؟ فلنلاحظ في الدرس، وسوف نتعرف في نهاية الدرس هل هذا الشيء ممكن أو غير ممكن. طيب، بداية سوف نتعرف عن حجم المريخ من خلال فيديو قصير يعرفنا عن حجم المريخ مقارنة في الأرض. لنشاهده. هذه الأرض، والأحمر المريخ. نكرره مرة ثانية. برأيكم ما هو حجم المريخ بالنسبة إلى الأرض؟ رنين؟ أصغر بستة مرات من حجم الأرض. أحسنتي. فحسب ما هو ملاحظ أن الأرض أكبر بستة مرات من المريخ، وهم الكرات الحمراء هم المريخ. جاذبية المريخ هل تختلف عن جاذبية الأرض؟ نعم، إنها أضعف بكثير من جاذبية الأرض، فهي تعادل فقط 38% من جاذبية الأرض. فلذلك أيضا سوف نلاحظ من خلال الفيديو كيف أن الإنسان لا يمكن أن يقف بأريحية على سطح المريخ. اللون الأزرق هو الأرض، واللون الأحمر هو المريخ، تمام؟ إذن من يذكر لي ما هي جاذبية المريخ بالنسبة إلى الأرض؟ تعالى. جاذبية المريخ هي 38% من جاذبية الأرض. أحسنت. بعد التعرف على حجم المريخ وجاذبيته، لابد أن نتحدث عن التضاريس. مظاهر سطح المريخ كثيرة، من جبال، من هضاب، من تلال، وحتى المنخفضات. لكن بداية سوف نتعرف عن السبب. ما هو السبب الذي أدى إلى تشكل هذه التضاريس؟ لنتعرف معه. يتصف الكوكب المريخي بتنوع مظاهر سطحه ووجود تفاوت كبير في ارتفاعه، وقد تشكلت هذه المظاهر من فعل عوامل كثيرة، منها وأهمها اصطدام النيازك وثوران البراكين، تأثير درجة الحرارة والرياح والجليد وأيضا المياه. من منكم يذكر لي
إذن ما هي العوامل التي أثرت في تشكيل تضاريس المريخ؟ شهد؟ الصدام النيازك، ثوران البراكين، تأثير درجة الحرارة والرياح والجليد والمياه أيضا. أحسنت. أيضا من الملاحظ على تضاريس المريخ أنه يوجد فيه أشياء نادرة في المجموعة الشمسية كافة، فيوجد فيه أعلى القمم وأخفض النقطة بالنسبة إلى المجموعة الشمسية، فلنتعرف إلى هذا الشيء. قمة أولمبس وهي جبل مخروطي بركاني ذو فوهة ضخمة جدا يغطي مساحة تساوي ثلثي مساحة إيطاليا، وهو أعلى قمة في المجموعة الشمسية بشكل كامل، فهو أعلى من قمة إيفرست بثلاثة مرات. وكما نعلم أن قمة إيفرست هي أعلى قمة موجودة على سطح الأرض، وهذه الصورة المرافقة لهذه القمة وهذا الجبل المخروطي. فلذلك إذا ما هي أعلى قمة على سطح المريخ؟ ما هي أعلى قمة على سطح المريخ؟ رنين؟ أولمبس. قمة أولمبس. طيب من يذكر لي ما هي الميزة التي يتميز بها قمة أولمبس؟ ما هي الميزة التي تتميز بها قمة أولمبس؟ تالا؟ تغطي مساحة تساوي ثلثي مساحة إيطاليا. أحسنتي. وأيضا ما هي المعلومة المهمة أيضا لانا؟ هي أعلى من قمة إيفرست بثلاث مرات. أحسن. إذا تغطي مساحة تساوي ثلثي مساحة إيطاليا، وهو أعلى من قمة في المجموعة الشمسية بشكل كامل، وهي أعلى من قمة إيفرست بثلاثة مرات. تمام؟ وهذه الصورة المرافقة لنتمتع فيها جيدا. أيضا كما يوجد أعلى قمة في المجموعة الشمسية، أيضا توجد أخفض نقطة في المجموعة الشمسية على سطح هذا الكوكب الرائع لنتعرف عليها. هذه النقطة هي وادي ماريناس، وهذا الوادي هو أكبر وأعمق أخدود صدعي في المجموعة الشمسية، نتج عن ارتضامات كبرى لنيازك ضخمة لسطح المريخ. إذن ما هو الوادي الذي يعتبر أخفض نقطة في المجموعة الشمسية؟ رني؟ وادي ماريناس. أحسنتي. وما هي الميزة التي يتميز بها دون غيره؟ تالا؟ هو أكبر وأعمق أخدود صدع في المجموعة الشمسية. أحسنتم. إذن فهو أكبر وأعمق أخدود صدعي في المجموعة الشمسية. عن ماذا نتج هذا؟ عن اصطدامات كبرى لنيازك ضخمة بسطح المريخ. أحسنتي. إذن تعرفنا على أعلى نقطة وأخفض نقطة. من يذكر لي أعلى نقطة وأخفض نقطة في المريخ وفي المجموعة الشمسية بشكل كامل؟ رني؟ أعلى نقطة هي قمة أولمبس، وأخفض نقطة هي وادي ماريناس. تمام، أحسنت. سننتقل إلى الفصول الأربعة على سطح المريخ، وهل هي مثل الأرض يمكن لنا أن نلاحظ فيها الفصول الأربعة؟ بالحقيقة نعم. من يذكر لي ما هو سبب تشكل الفصول الأربعة سواء كان على الأرض أو على المريخ بشكل عام؟ تالا؟ على المريخ، دوران المريخ حول الشمس، سبعة ميل محوره بمستوى مداره الإهليليجي بزاوية 24.9. أحسنت. طيب من يذكر لي ما هو سبب تشكل الفصول الأربعة على سطح الأرض؟ شهد؟ دوران الأرض حول الشمس، ثبات ميل محورها على مستوى مدارها الإهليجي بزاوية 66.30 درجة. أحسنتم. فإذا جميع المجموعة الشمسية لجميع كواكبها تشترك بأنها تدور حول الشمس، وهذا الدوران حول الشمس هو الذي أدى إلى تشكل الفصول الأربعة سواء على كوكب المريخ أو غيره من الكواكب. الشيء الثاني هو ثبات ميل محور هذا الشيء، فسوف نلاحظ أن محور يساوي 24.9 هو ميل محور كوكب المريخ ومدارها الإهليجية على مستوى مدارها الإهليجية. تمام؟ طيب إذا من يذكر لي كم يبلغ ميل المحور؟ رنين؟ ثبات ميل محور المريخ 24.9 درجة على مستوى مدارها الإهليجية. تمام؟ وهذه الصورة تلاحظ أنه مهما كان وفي أي موقع للمريخ فإن ثبات الميل هو واحد. ثبات الميل هو
واحد، وهو الأساس في تشكل الفصول الأربعة زائد دوران المريخ حول الشمس. إذن من يأكد لي ما هو سبب تشكل الفصول الأربعة على سطح المريخ؟ لانا؟ دوران المريخ حول الشمس وثبات ميل محوره على مستوى مداره الإهلالي بزاوية 24.9 درجة. أحسنتم. الآن سوف نتحدث عن العواصف الرملية على سطح المريخ بشكل أساسي. فعندما نلاحظ على سطح المريخ أن هناك عواصف قد تستمر إلى ساعات، إلى أيام، إلى أشهر أو حتى إلى سنوات طويلة. ما هو سبب هذه العواصف الرملية؟ هي كثرة الغبار العالقة في الجو. هل هذا الشيء يؤثر على مناخ المريخ برأيكم؟ من يذكر لي هل هذا الشيء يا رنيم؟ نعم، يجعله مغبر. أحسنتي. أيضا يؤثر عليه في المناخ ويؤثر على درجات الحرارة، فتختلف درجات الحرارة ما بين السطح والأعلى. برأيكم أيهما سوف يكون أخفض حرارة، سطح المريخ أم الارتفاعات العالية؟ تالا؟ سطح المريخ. لماذا؟ لأنه لا توجد إليه أشعة الشمس. تمام. طيب من يذكر لي ما ذكرته زميلتكم أنه لا يصل إليه أشعة الشمس، لماذا؟ شهد؟ لأن جزيئات الهواء تمتص أشعة الشمس فلا تسمح لوصول كمية كافية من الأشعة إلى سطحه. جزيئات الهواء أم جزيئات الغبار؟ جزيئات الغبار. أحسنتي. جزيئات الغبار الموجودة في جو المريخ العائم بشكل كبير لا تسمح بوصول هذه الأشعة إلى سطح الأرض، كما أن هذه جزيئات الغبار لا تسمح بوجود الأشعة الكونية والشمسية عليها. إذن يتصف جو المريخ بأنه عاصفي مغبر، بالإضافة إلى أن تربتها مليئة بثاني أكسيد الكربون. فبرأيكم وفي نهاية هذه الرحلة، هل يمكن لنا أن نعيش على سطح المريخ؟ ريني؟ زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون. أحسنتي. طيب ما هو تأثير ثاني أكسيد الكربون؟ ما هو تأثيره؟ ماذا سوف يفعل ثاني أكسيد الكربون؟ تالا؟ يجعل غلاف الجو المريخ رقيق جدا ذو كثافة منخفضة وجاذبيته ضعيفة، كما يسمح لكثير من الأشعة الكونية والشمسية بالتأثير فيه بشكل كبير. أحسنت. هذا يعني جملتكم زميلتكم بشكل كامل الأسباب التي تجعلنا لا نستطيع أن نسكن في سطح المريخ. إذن في نهاية الرحلة هل استفدنا منها؟ نعم. لنتعرف هل هذا الشيء. بداية، ما هو حجم المريخ بالنسبة إلى الأرض؟ رني؟ أصغر بست مرات من حجم الأرض. أحسنت. وما هي جاذبيته بالنسبة إلى الأرض؟ تالا؟ 38% من جاذبية الأرض. وما هي أعلى قمة موجودة في سطح المريخ؟ لانا؟ قمة أولمبس. أحسنت. وما هي ميزتها لقمة أولمبس؟ شهد؟ تساوي 3 أضعاف قمة إيفرست. أحسنت. وما هي أخفض نقطة موجودة على سطح المريخ؟ ريني؟ وادي مارينا ريس. أحسنت. وما هي ميزة وادي مارينا ريس؟ تالا؟ أكبر وأعمق خدود صدغة في المجموعة الشمسية. أحسنت. بداية، هل يمكن إذن أن نعيش على هذا السطح؟ هل يمكن أن نعيش على هذا السطح؟ ريني؟ كلا. لماذا؟ لكسرة ثاني أكسيد الكربون فيه، كما يحيط بالمريخ غلاف جو رقيق جدا ذو كثافة منخفضة بسبب جاذبيته الضعيفة. تمام. ونتيجة وجود ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير فيه فقد أعطى تربته اللون الأحمر، لذلك يطلق على كوكب المريخ بالكوكب الأحمر. إذن ما هو سبب إطلاق الكوكب الأحمر على سطح المريخ؟ ما هو السبب أن نقول عن المريخ باسم الكوكب الأحمر؟ شهد؟ كسرة أكاسيد الحديد في تربته. أحسنتم. ما هي طيب أيضا السبب عوامل تشكل التضاريس في سطح المريخ؟ ما هي العوامل التي أدت إلى تشكل التضاريس؟ تالا؟ انصدام النيازك، ثوران البراكين، تأثير المياه والرياح والحرارة فيه. أحسنتم جميعا. شكرا لكم في نهاية هذه المضاف، ونشكر الطالبات تالا ولانا ورنيم وشهد على حضورهم ومشاركتهم لنا.